تعالوا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لخوض مباراته النهائية، مباراته النهاردة أمام منتخب السويد، وذلك في دور ربع النهائي في كأس العالم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 رسمياً، وهيفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. المعرض هيستقبل الجمهور بكرة 26 يناير والحد 6 فبراير تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وهتشهد دورة المعرض هذا العام مشاركة ما يقرب من 1047 ناشر مصري وعربي وأجنبي، ومشاركة وزارات ومؤسسات مصرية. النهاردة دار الإفتاء المصرية أعلنت استعداد جناحها المشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 لاستقبال الزوار والتفاعل معهم وإمدادهم بالتعريف بملخصات الكتب والإصدارات المشاركة في المعرض هذا العام. وبيتضمن جناح دار الإفتاء العديد من إصدارات الدار اللي بترتكز على نشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة والمفاهيم المتشددة، وبتتبنى الفكر الوسطي والمنهجية العلمية المنضبطة، وبتناقش أهم المسائل والقضايا الأسرية. النهاردة هيخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة مهمة أمام نظيره السويدي في إطار ربع نهائي بطولة العالم في نسختها 28 والمقامة في بولندا والسويد، وهتستمر حتى يوم 29 يناير الجاري. المباراة هتكون الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.